النادي الأهلي استأنف تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، وعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي في إطار التحضيرات لمباراة الزمالك في نهائي كأس مصر. وأدت اللعيبة تدريبات بدنية متنوعة، واختتم مارسيل كولر المدير الفني فقرات المران بتقسيمة قوية شاركت فيها كل اللعيبة. مجلس إدارة النادي الأهلي قرر في اجتماعه تكليف محمد الضماطي عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم والمتجهة إلى المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء الجاي للمشاركة في مباراة كأس مصر الجمعة الجاية في مدينة الرياض. وبعثة فريق نادي الزمالك وصلت للمملكة العربية السعودية استعدادا لخوض مباراة نهائي كأس مصر أمام الأهلي، واللي هتتلعب يوم الجمعة الجاية على استاد الأول بارك بمدينة الرياض. وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز الاكتفاء بخوض تدريبات استشفائية بفندق الإقامة وفقا للبرنامج الموضوع للاعبين في إطار الاستعداد لمواجهة الأهلي. لعيبة منتخب مصر لسيف المبارزة للناشئين تحت 20 سنة اكتسحت ميداليات منافسات الفردي في بطولة أفريقيا للسلاح للناشئين والشباب تحت 15 سنة المقامة خلال الفترة ما بين 1 ل 7 مارس الجاري داخل مجمع الصالات المغطى باستاد القاهرة الدولي. تمكن أبطال مصر من تحقيق 4 ميداليات. فريق أرسنال حقق فوز على شيفيلد يونايتد بنتيجة 5-0 خلال فعاليات المباراة اللي أقيمت بينهم في ختام مباريات الجولة 27 لمنافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وبيتواجد فريق أرسنال في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، وشيفيلد يونايتد في آخر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة. فريق انتر ميلان فاز على جنوا بنتيجة 2-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب سانسيرو ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الإيطالي. عزز نادي انتر ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 72 نقطة، وتواجد نادي جيرونا في المركز 12 بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 33 نقطة. فريق طرابزون سبور اللي بيلعب بين صفوفه الدولي المصري محمود تريزيجيه خسر أمام فريق ألانيا سبور اللي بيضم المهاجم أحمد حسن كوكا بنتيجة 3-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن منافسات الجولة رقم 28 من منافسات الدوري التركي. وتواجد فريق طرابزون سبور في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 46 نقطة، وألانيا سبور في المركز 13 بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 33 نقطة. فريق العين الإماراتي حقق الفوز على فريق النصر السعودي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن ذهاب دور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا. وكده خلصت نشرتنا الرياضية، ونعود مرة أخرى لشاذلي والجمانة ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هلا.